وصفياء الرحمن أمناء القرآن، وصفياء الرحمن أمناء القرآن، من عطاهم من هداهم نستقي الإيمان، من عطاهم من هداهم نستقي الإيمان. أمناء القرآن أصفياء الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التوحيد هو أهم شيء بالعقيدة، مرتبط بالله، إلى آثار بالدنيا، لكن آثار العظمى أين؟ في الآخرة. الإيمان برسول الله وبنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى آثار مهمة بالدنيا، لكن آثاره الحقيقية الكاملة وين؟ بالآخرة. الإيمان بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ولا أما الطاهرين من أولاده له آثاره في الدنيا، لكن أيضا في الآخرة تظهر أكثر. الحديث عن آثار الولاية في الآخرة حديث واسع سعة الآخرة، وأنا قاصر عن بيانه، لا أقول الإحاطة به، لكن سأركز على بعض ما يحصل في المحطة الأولى التي تصل بين الدنيا والآخرة. وكلنا راحلون وكلنا منتقلون، هاي الحدود اللي يصير بين الدنيا والآخرة. ما الذي يحصل فيها؟ في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: ما بين من وصف هذا الأمر، هذه كلمة هذا الأمر أغلب الأحيان هي تعبير عن هذا المنهج الصحيح لرسول الله الذي امتد في أوصيائه، أولهم وسيدهم أمير المؤمنين وآخرهم وخاتمهم الحجة بن الحسن المهدي. هذا الأمر هو يعبر عن هذا الامتداد. ما بين من وصف هذا الأمر وبين أن يغتبط، الغبطة هي درجة عالية من السرور، وبين أن يغتبط ويرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذه، توصل نفسه إلى بلغت التراقي، فيقال، هذا إيجاز، فيقال: أما ما كنت ترجو فقد قدمت عليه، إجيت نحو رجائك وطموحاتك الأخروية، وأما ما كنت تتخوف منه فقد أمنت منه، وإن إمامك لإمام صدق أقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي والحسن والحسين عليهم السلام. هاي البشارة. عندنا رواية فيها تفصيل، رواية فيها تفصيل، ولشدة أهميتها أقف قبل أن أتلوها عليكم وأبشركم بها، وأسأل الله أن أكون أنا وأنتم من مصادقها. أذكر مقدمتين موجزتين جدا. الأولى، عندنا شخصية في السند ما موثقة بشكل مباشر وصريح، أصلا بعض رجال السند النجاشي اللي هو الشيخ يعني المقيمين لرجال الأحاديث يعبر عنه ثقة ثقة، أنا ما أريد أتحدث عنه، لا،
هذا الشخص اللي قد يكون البعض يتوقف من عنده أو ما واضح عنده حالة. هذا الرجل اللي هو من هو؟ هو عقبة أو عقبة ابن خالد. هذا الرجل هو عقبة ابن خالد. الكشي يحدث عنه اللي هو أيضا من أقدم الرجال التوثيق، يقول حدثني محمد بن مسعود قال حدثني عبد الله بن محمد عن الوشاء قال حدثنا علي بن عقبة عن أبيه، يعني من هو عقبة، قال قلت لأبي عبد الله، شوف هذا الرجل إيش قد موالي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا خادما، عندنا جارية خادمة أو خادم رجل الظهر مؤنث، إن لنا خادما لا تعرف ما نحن عليه، يعني ما تعرف معالم الإيمان مثلنا، فإذا أذنبت ذنبا سوت لها خطأ وصار مقام حسابها محاسبتها وأرادت أن تحلف بيمين قالت لا وحق الذي إذا ذكرتموه بكيتم، يعني ذول أهل دمعة حسينية، فقال رحمكم الله من أهل بيت، تقريبا مضمون الحديث، هاي الرواية عن الصادق عليه السلام. وهناك نصوص أخرى تتحدث عن أن هذا الرجل عنده كتاب وأن هذا كتاب مروي بأسانيد متعددة وأنه من أصحاب الصادق، وهناك نصوص متعددة تشيد به. إذن إحنا مو أمام حالة بها مشكلة بالسند والإنسان يبقى قلق من الشبهات ومن الإشكالات، لا. أما بقية هذا المقدمة الأولى، هاي خليها نحتاج نحفظها. المقدمة الثانية أقرأ لكم شيئا من كتاب الله، قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عندهم بشرى في الدنيا وبشرى في الآخرة، لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هاي الآية لها مصداق، لها مصداق وين تتحقق؟ خلينا نقرأ الرواية. الرواية مذكورة في الكافي اللي هو من أهم كتبنا، بل هو أهم كتبنا الروائية، ومذكورة أيضا قبل الكافي في كتاب المحاسن للبرقي، عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن عقبة ابن خالد. ابن فضال هو من مشاهير الثقات، من أشهر الثقات ومن المتعبدين الآخرين، وعلي ابن عقبة هو اللي قلت لكم أنه النجاشي قال عنه ثقة ثقة، يعني ما اكتفى بأن وثقه فقط وإنما أكد توثيقه بهذه اللغة، وهذا قليل يحصل. وهذا عقبة اللي حكيت لكم عنه قبل ما أقرأ الرواية، حتى ندخل للرواية وإحنا عارفين إحنا نسمع كلام مهم مو كلام عادي. قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام أنا ومعل بن خنيس، فقال يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الذي أنتم عليه. ماكو قبول بلا ولاية، الولاية شرط قبول الأعمال، وهذه النصوص متواترة في هذا الجانب. وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذه وأومأ بيده إلى الوريد. هناك تقر العيون، يعني الأثر المهم للولاية ولاية أمير المؤمنين هناك. ثم اتكأ وغمز إلي المعلى، المعلى معروف من موالي الإمام الصادق، هو كان يعتمد عليه الإمام الصادق في إدارة كثير من أموره، في إدارة مثلا بعض شؤونه، يعني أشبه بمدير مكتب الإمام الصادق إن صح التعبير بلغة عصرنا، أو سكرتارية الإمام الصادق عليه السلام. الإمام كان عنده خدم وحشم وعائلة كبيرة وعنده أوقاف وعنده أمور، يعني فيحتاج من يعاونه. المعلى هو كان هو يسمى أصلا مولى الصادق، عندما قتل الإمام غضب غضب شديد، فإحنا إذن بمجلس خاص، التفتوا أيها الأحبة، إحنا بمجلس خاص مع الصادق، من يحضرون المجلس؟
عقبة اللي ذكرنا عنها هذه الخصوصية، والمعلى. المعلى أشار إلى عقبة كأنه، خلينا نقولها بلغتنا المعاصرة، ندسه، غمزه، يعني ماذا ندسه؟ شيء حركه، التفت، يعني أشار إليه، نبهه بيده مو بس بكلامه. وغمز إلي المعلى أنسله. هاي فرصة خلينا نسمع من كنوز معارف آل محمد في هذا الأمر الحيوي الاستثنائي الأساسي الذي يرتبط بمصير الإنسان في الآخرة. فقلت: يا ابن رسول الله، إذا بلغت نفسه هذه، هذا من يوصل لحالة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، شنو اللي يشوف؟ إذا بلغت نفسه هذه فأي شيء يرى؟ الإمام ما أجاب. اتصور عقبة صارت عنده فرصة أنه جالس مع الصادق عليه السلام ويشوف بينه وبين أن يعرف هذه الحقيقة العظيمة. تصور نفسك لو أنت الآن أمام حجة الله على الخلق صاحب الأمر عليه السلام، وعندك فرصة تسأله، وهو بادرك بأن فتح موضوع وياك. الآن جيد يصير عندك اهتمام عالي بأن تعرف الحقيقة من عنده، لأن هذا حجة الله على الخلق، يريد يعرف ما الذي يحصل. وهذا مصيرنا، هذا مصيرنا، احنا كلنا راحلون ومقدمون على ذلك اليوم. من عرف توقيته؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، شنو راح يصير؟ ما ندري بالضبط. الآن عندنا مجال أن نعرف. شلون نعرف؟ فلهذا تجد أمرا غريبا ما يتفسر إلا بالالتفات إلى هذه الخصوصيات. يقول بدأ يلح على الإمام، كرر عليهم مرة مرتين ثلاثة، معادة هكذا إنسان يكرر مرتين ثلاثة ثم يكيل، هذا لشدة اهتمامه. وأيضا يجد في سجاحة خلق الإمام وسعة صدره فرصة. الإمام عندما يجلس مع أصحابه أصلا يجلسون معه بسنون في عالم آخر، أنت تستمن الطب لزيارة أمير المؤمنين بالغدير أو غير الغدير، شو يصير بحالك من تشعر أنك الآن أمام أمير المؤمنين، أنك الآن أمام الإمام الرضا، أنك الآن أمام الحسين وأشلائه وأشلائه المبضعة إلى آخره؟ شو يصير بحالك؟ أنت تزور قبر الإمام في القبر، أما هذا قاعد أمامه. اللهم عجل لوليك الفرج وارزقنا أن نجلس بين يدي إمامنا. بس هذا عند هذه التجربة، خلينا نشوف شنو صار بها. شو يقول؟ يقول: فردد عليه 14 مرة، يعني أكثر من 11 مرة أو 11 مرة فصاعدا، 14 مرة، 12-13 بعد ما حسبهن، بس مو مرتين ثلاثة، بقى يلح على الإمام. فقال في كلها، ما هو يسأل الإمام، الإمام يقول له يرى، يعني كأنه متوقف أن يفصح، لا يزيد عليها. ثم جلس في آخرها. الإمام شاف هذا يلح وكلش عنده رغبة شديدة أن يعرف الحقيقة، الإمام جلس في آخر الرواية، كان متكئ ثم جلس، يعني كأنه صار يريد يتحدث. فقال: يا عقبة، شوفوا جوابه، أنتم بعد اقرأوا ما بين السطور، ما أحتاج أشرح لكم، أقرأ لكم الرواية. فقال: يا عقبة، قلت: لبيك وسعديك. فقال: أبيت إلا أن تعلم؟ فقلت: نعم يا ابن رسول الله، إنما ديني مع دمي. يعني إذا كان هناك شيء خاص وسري وأنا ما يصير أقوله، ظروفكم استثنائية يا سادتي، وأنتم محاربون، وأنت عصركم عصر تقية وإلى آخره. فقال: نعم يا ابن رسول الله، إنما ديني مع دمي، فإذا ذهب دمي كان ذلك. يعني أنا ما أتخلى عن القضية، أنا ثابت إن شاء الله، أنا ما أقول الشيء اللي تأتي مني عليه. ثم قال له، شوف شلون هو يتحدث بمشاعر فياضة وباهتمام عالي لمعرفة الدين ومعرفة المستقبل، مستقبل الإنسان، هو الإنسان مستقبله هذا. الآن إذا واحد يريد يروح يسافر، يروح للحج، الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله الحج والعمرة، وهو ما رايح سابقا، إيش قد يسأل؟
أهل القافلة اللي رايحين سابق، شلون الوضع وشلون كذا وشلون الدخول والمسجد الحرام والكعبة الشريفة وبئر زمزم وإلى آخره التفاصيل، يريد يعرف، يصير عنده رغبة عالية بالمعرفة. ثم شو يقول له؟ يقول له: وكيف بك يا ابن رسول الله كل ساعة؟ يعني أنا وين أحصلك يا ابن رسول الله؟ وبكيت إلى أن أخذت حالة من البكاء، فرق لي وهو الرحيم، وهو ذو الرحمة، فرق لي فقال: يراهما والله، فقلت: بأبي أنت وأمي من هما؟ فقال: ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. يا عقبة، لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما. قلت: فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا؟ قال: لا، بل يمضي أمامه، يتقدم بعد، يروح باتجاه الآخرة. فقلت له، عقبة يسأل الإمام، فقلت له: يقولان شيئا جعلت فداك؟ فقال: نعم، يدخلان جميعا، يعني رسول الله وأمير المؤمنين، رزقنا الله وإياكم ذلك، يدخلان جميعا على المؤمن، فيجلس رسول الله صلى الله عليه وآله عند رأسه، وعلي عليه السلام عند رجليه، فيكب عليه رسول الله، يعني يكب عليه، يعني شنو؟ يعني يحضنه، فيكب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول: يا ولي الله أبشر، هاي البشارة، يا ولي الله أبشر، أنا رسول الله، إني خير لك مما تترك من الدنيا. ثم ينهض رسول الله، فيقدم عليه علي عليه السلام حتى يكب عليه. يقول يقدم، هو جالس عند رجله، يعني يتحرك يجي إلى جانب صدره، فيكب عليه، فيقول: يا ولي الله أبشر، أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبني، أما لأنف عنك؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أما إن هذا في كتاب الله عز وجل. قلت: أين هذا جعلت فداك من كتاب الله؟ قال: في سورة يونس، قول الله تبارك وتعالى: ها هنا الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم إني أقسم عليك برسول الله وبأمير المؤمنين وبأهلهم الطاهرين، أن تجعلنا ممن تكون له البشرى، وأن لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.